قريت لك أمس شلون يردد الدعاء: يا مخلص الجنين من بين مشيمة ورحم، يا مخلص اللبن من بين فرث ودم، خلصني من سجن هارون. وايد أذى الإمام السنديب نشاهد، كان قاسي القلب ملعون، هذا كان ما يتعامل برحمة مع الإمام. آجركم الله إلى أن اجت اللحظة اللي أحد أصحاب الإمام يدخل إلى السجن، علي بن سويد. هذا ابن سويد وصل للإمام، وصل من بعد فراق طويل، فمن قعد يم الإمام حب إيده سولف وياه، قال: سيدي لقد ضاقت قلوب شيعتك، سيدي لقد ضاقت قلوب شيعتك وهم مشتاقون إليك، مدى الفرج يا ابن رسول الله؟ التفت الإمام الكاظم إلى ابن سويد وقال: يا ابن سويد، الفرج يوم الجمعة ضحا على جسر بغداد. أجركم الله، ابن سويد لم يسأل الإمام الكاظم على أي فرج يقصد، إنما خرج مسرعا يبشر الشيعة، طرق الأبواب بابا بابا وهو يقول لهم: الفرج يوم الجمعة ضحا على جسر بغداد. ابتشر الشيعة على ذلك وخرجوا يوم الجمعة صباحا يملؤون الطرقات أمام السجن ينتظرون خروج إمامهم. آجركم الله، إمامنا في سجنه بقي وحيدا فريدا. آجركم الله، إمامنا لما دسوا له السم في مثل هذه الأيام أخذ يجود بنفسه، ولا أحد يعينه، ولما اشتدت حالته وانتشر السم في بدنه، إمامنا الكاظم مدد رجله وأسبل يدي، ثم تشاهد الشهادتين وقضى نحبه. أين المنادي وإمامه؟ أين الصارخون ومظلومه؟ أين المنادي ومسمومة؟ ثم قضى نحبه مظلوما مسموما غريبا سجينا. الشيعة ينتظرون يوم الجمعة ضحا على جسر بغداد، ولكن وهم في هذا الحال خرج حماميل أربعة يحملون جنازة وضعوها على جسر بغداد. الشيعة لم يلتفتوا إلى ذلك. آجركم الله، إلى أن نادى المنادي: هذا إمام الرافضة. وهنا أقبل الشيعة على الإمام وما زالت القيود في يده ورجله. علي بن سويد يقول: كان من الحضور طبيبا نصرانيا فقلت له: ألا تفحص هذا المسجى وتنظر إلى حاله؟ آجركم الله، جلس الطبيب عند رأسه، نظر في وجهه في عينه، وقبل يديه، قلب يديه ونظر فيهما، ثم قام ساكتا. نهض خلفه علي بن سويد وقال: ما دامك أنك ساكت أقسم عليك بالمسيح ابن مريم
إلا ما أجبتني. قال يا ابن سويد أما لهذا الميت من عشير، أما لهذا الميت من أهل؟ قال لما؟ قال لكي يطالبوا بدمه، إن الرجل مسموم يصير هالميت غريب. أولى إلى بغداد خول هذا حبيب، لا أمشيع يما لا أسمع نحب. يا شيعة آل البيت، يا محبين يا موالين، صرختك وياي وإيدك على صدرك، يا ويلي على المسموم، يا ويلي على المسموم، يا ويلي على المسموم، يا ويلي على المسموم، يا ويلي على المظلوم، يا ويلي على المظلوم، يا ويلي على المسموم، يا ويلي على المسموم. آجركم الله. ثم جاء الإمام الرضا بعد أن قام الشيعة وقاموا بحمل جنازة الإمام. نحن نعتقد شيعة آل البيت أن المعصوم لا يلي أمره إلا معصوم مثله. فجاء الإمام الرضا وحضر وقام بتجهيز أبيه الكاظم وغسله وكفنه ودفنه في مقبرة في بغداد تسمى مقبرة قريش. آجركم الله. الإمام السجاد لما جاء إلى دفن أبيه الحسين تقول الرواية عندما أراد أن يحمل جسد أباه كلما حمله من جانب سقط الجانب الآخر، فاضطر الإمام السجاد أن يحمل جسد أباه ويجمعه في بارية. ثم التفت بنو أسد إلى الإمام وهو يبحث عن شيء وإذا به يحمل إصبع الإمام. أيوة حسين. ثم بعد ذلك لما دفن أباه الحسين سمع صوتا من النحر الشريف: بني علي والسد رضيعي على صدري. فوسد الطفل الرضيع على صدره. وبعد ذلك دفن علي الأكبر عند قدمي والده الحسين، ثم حفر حفرة كبيرة وجمع فيها الأنصار والشهداء من أصحاب الحسين والشهداء من بني هاشم، ثم أفرد قبرا لحبيب ابن مظاهر الأسدي. ثم بعد ذلك قالوا له: يا ابن رسول الله، هنالك جسد عند العلقمي، كلما اجتهدنا على أن نحمله ما استطعنا. فذهب إليه الإمام، أول ما وصل إلى عمه العباس رمى بنفسه على جسد وهو يخاطب عمه العباس يقل له: من بعد عينك يسرون أعداء أعداءك، هذا الواك ما تنهض تشيل الواك. ثم آجركم الله. حمل كفي عمه العباس وقبلهما ودفنهما بعد أن رجع إلى عمته زينب وهو في الكوفة، وكان يوم 13 من محرم. سألته عمته زينب: عم يا ابن أخي أين كنت؟ قال: عم الآن فرغت من دفن والدي. تقل
يا أردن شدايك بالله يا دفا يا دفايان بخيت قلبه لو دفنت حسين عصر. هنا زينب حنت إلى أهلها وهنا زينب طلبت أهلها أي يا عما يا عما شمالها النمال فونا مالفونا مالفونا وبديار غربة ضيعون. ارفع لي ايدك بارك الله بيك. هذا موسى بن جعفر بويه واويلاه على الكاظم المسموم.